صحة وسعادة. صباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جميع مستمعينا. صباح الخير والنور والإشراق، صباح الخير على إمارات الخير، على أغلى وطن. صباح الخير أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من أحلى برنامج إذاعي، برنامجكم الإذاعي برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدني في هذا الصباح، الصباح اللي إن شاء الله كان نشيط ومفعم بالحياة، على مستمعين أن أرحب فيكم على إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي، وأيضا أرحب بطاقم الإعداد اللي موجود معانا، وأيضا الإخراج والتنسيق من الإعداد فريق هيئة الصحة في دبي الأستاذ حسني بلاونة، من التنسيق الأخ العزيز أحمد سلامة، ومن الإخراج المبدع المخرج وائل خواسمة، ومعاكم محدثتكم دكتورة سارة الدلال. حابين بعد نذكركم أيضا بأرقام التواصل على 600551414، وعلى الرسائل النصية 4006. وطبعا نحن دائما يسعدنا تفاعلكم وتواصلكم معانا، وأيضا اليوم بتكون عنا فقرات شيقة، فتابعونا في هذا البرنامج. في البداية حابين ناخذ خبرنا أو الخبر اللي موجود في مجلة بيبي أند فاميلي الألمانية. خلنا نشوف الخبر يتحدث عن شو، وشو الهدف من وراء هذا الخبر خاصة للأمهات المرضعات. حذرت مجلة بيبي أند فاميلي الألمانية من خطورة نقص اليود في الجسم على الأم والرضيع على حد سواء، وأيضا أوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن مخاطر نقص اليود لدى الأم تتمثل في خمول الغدة الدرقية، وأيضا تتمثل في الخمول والتعب المستمر وضعف التركيز وزيادة الحساسية تجاه البرودة، بالإضافة إلى بحة صوت وشحوب في البشرة وانتفاخ في الجلد. وأضافت المجلة أن نقص اليود في جسم الأم ينطوي على مخاطر صحية للرضيع أيضا، تتمثل في مشاكل النمو الجسدي واضطرابات التطور العقلي لا سمح الله، بالإضافة إلى القصور الوظيفي للغدة الدرقية. وفقا لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية، فإن المرأة تحتاج إلى اليود أثناء الرضاعة بمعدل يبلغ 260 مايكروغراما يوميا، علما بأن المصادر الغذائية لليود تتمثل في الأسماك البحرية، وخاصة الأسماك اللي تكون فيها يعني نسبة الدهون عالية كالسلمون، وفواكه البحر، وأيضا الخضروات اللي تكون شوية داكنة في اللون كالسبانخ والبروكولي، وأيضا منتوجات الألبان، بالإضافة إلى ملح الطعام الغني باليود. وفي حالة النقص الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على اليود تحت طبعا إشراف الطبيب. هذا كان اليوم خبرنا طبعا، بس بيكون في فقرة أخرى مخصصة اليوم في فقرة تغذوية. بس قبل ما ناخذ الفقرة التغذوية اللي بتكون بعد الفاصل، بناخذ أهم المستجدات وأهم الأخبار الجديدة اللي ممكن تكون موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي. وعشان هالشي بنستضيف إن شاء الله الأستاذة أسماء الجراحي، رئيس قسم الإعلام الصحي بالإنابة، عشان تخبرنا بهذه المستجدات. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. صباح الخير أستاذة أسماء. أستاذة أسماء خبرينا اليوم صباحك كيف كان؟
صباح مميز، وخصوصا بعد يوم الثلاثاء يوم عمل، وإن شاء الله نحن نقدر ننجز كل الأشياء اللي موجودة عندنا في قائمة المهام. اللي دام نحن تكلمنا عن المهام والأمور اللي علينا نتابعها، نكلمكم عن النصيحة أو الرسالة الإيجابية اللي حطيناها اليوم في الصباح الباكر. طبعا هيئة الصحة يوميا خلال أيام العمل تحط رسائل إيجابية توعوية ونصائح مفيدة كل يوم الساعة 7:30. فهي طبعا هاي الرسائل دائما تكون إيجابية، ورسائل إن نحن نفعل الأخت أسماء جدولنا بطريقة إنه يكون عندنا التايم مانجمنت نفس ما يقولون، أو نخلي يعني نخلي بعض الأولويات أكثر، ونفعل الوقت عندنا بشكل أحسن. صحيح، الرسالة كانت اليوم: قم بمتابعة الأمور التي يجب عليك القيام بها وإنجازها، مثل إعداد قائمة تتضمن المهام وتاريخ التسليم وأوقات الاجتماعات والمشاريع التي تعمل عليها. القوائم هاي تساعد الإنسان أنه هو يعرف شو الأشياء اللي لك يقدر يسويها، شو الأشياء اللي عليه بشكل وايد واضح. كل ما كان التنظيم أو التخطيط واضح، كل ما كان إنجاز العمل أسرع وبطريقة مريحة من دون ضغط نفسي أو توتر. وسلسة طبعا، وفي عدة وسائل لو نحط حتى البرايورتيز أو الأولويات مثلا، بيكون شيء مهم في إعداد هالقوائم. والأهم شيء إن نحن لما نحط القوائم هاي تساعدنا في معرفة هل نحن مثلا نقدر نحضر اجتماعات أكثر أو ما نقدر نحضر، هل نقدر نضيف أشياء في هذا اليوم، أو ممكن حتى لما يوصلنا طلب نقول لهم راح نسوي يوم ثاني أو باكر. فأسهل الإنسان إنه يرتب وقته ويخفف الضغط النفسي على نفسه. إني أيضا على الأشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي، بما نحن في هذا الشهر مستمرين بالتحدث عن الابتكارات في شهر الإمارات للابتكار، ومن ضمنها تطبيق أو تقنية الواقع الافتراضي فيرتي. فيرتي هو تقنية من الواقع الافتراضي توفر للأطباء المتدربين تجربة تحاكي الواقع بهدف تمكينهم من التعامل مع مختلف السيناريوهات للحالات المرضية، ومو بس شيء، تقدم لهم أيضا تقارير بالنتائج واقتراح التحسينات اللازمة. ففي وايد إيش تسويها، بس هاكي هذا ملخص وايد بسيط، وكنا حاطينه في قنوات تواصل اجتماعي في فيديو يشرح التقنية هاي أكثر. ايضا من ضمن الاشياء اللي كانت او نحن راح نحطها خلال هذا الاسبوع، راح نركز على مرض الصرع، بما ان يوم امس كان يصادف اليوم العالمي للصرع، فراح يكون في مجموعه من النشرات هذا الاسبوع، وايضا يوم يصادف اليوم العالمي لسرطان الاطفال، فراح نحط في هذا الاسبوع مجموعه من النشرات حول سرطان الاطفال وايضا مرض الصرع. نتمنى من الجمهور ان يتابعونا على قنوات التواصل الاجتماعي، وقنواتنا هي او القنوات اللي اكثر تفاعل مع الجمهور هي قناه تويتر وانستغرام وفيسبوك اللي هم DHA_دبي، وفي فيسبوك دبي هيلث اوثورتي. ايضا احنا عندنا قنوات اخرى من مثل لينكدين ويوتيوب وغيرها، فالقنوات لكن احنا نكون اكثر نشر للنشرات او المستجدات بشكل يومي هو على القنوات الرئيسيه اللي هو تويتر وانستغرام وفيسبوك. هاي هي القنوات التواصل الاجتماعي. ايضا من ضمن الاشياء اللي احنا قاعدين نستمر في نشرها هي معلومات عن هاكاثون او مسابقه الهاكاثون او هاكاثون مستقبل الصحه، وايضا عن الابتكارات الصحيه. فنتمنى انهم يتابعونا هذا الاسبوع، يعطونا او يتابعون احدث الاخبار او احدث التقنيات اللي طبقها هيئه الصحه بشان الابتكار والذكاء الاصطناعي. استاذتنا اسم ما شاء الله، في اخبار وجميله جدا، وطبعا احنا بنغطي كل هذه الاخبار باذن الله على وسائل التواصل الاجتماعي، على التطبيقات اللي موجوده. استاذتنا اسم اخر كلمه. نتمنى للجميع الصحه والسعاده، ونتمنى لهم يوم مميز.
ونتمنى الجميع أيضا يشاركونا في الهاكاثون اللي موجود علينا ونسمع طبعا آرائهم واقتراحاتهم. شكرا أستاذة أسماء الجناحي، شكرا لك جزيل الشكر. بعد ما سمعنا آخر المستجدات وآخر الأخبار اللي موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم مرة أخرى. صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة يا أعزائنا المستمعين، رجع لكم مرة أخرى. برنامجكم الصحي اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي، وأيضا بالمشاركة مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. نحابين نذكركم بأرقام التواصل مرة أخرى، وطبعا يسعدني تفاعلكم وتواصلكم معنا. أرقام التواصل 6005514114، وعلى الرسائل النصية 4006. قبل الفاصل خذينا خبر عن اليود ونقص اليود، وكيف ممكن نقص اليود يأثر على الحامل أو المرأة المرضعة. والحين بننتقل إلى خبر آخر، أو إلى فقرتنا التغذوية، وإلى فقرة ممكن في السنين اللي أو إلى خبر أو إلى خلينا نقول موضوع يتم يتداول عنه في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة، وهي النظام الغذائي لمرضى السيلياك أو اللي عندهم حساسية القمح. ففي هالفقرة اليوم بنتكلم أكثر، وبنستضيف طبعا الاختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي الأستاذة عبير عبد الله، عشان نتحدث أكثر عن النظام الغذائي لمرضى السيلياك. صباح الخير أستاذتنا عبير. صباح الخير، يعطيكم العافية. الله يعافيك أستاذتنا عبير. أستاذتنا عبير، ممكن المستمعين اليوم يعني سمعوا عن حساسية القمح أو أيوة. مثلا الأطعمة اللي تكون جلوتين فري، هذه اللي صارت موضة خلنا نقولها في الآونة الأخيرة، أن لا الأكل الصحي لازم يكون جلوتين فري مثلا أو خالي من الجلوتين. ممكن أول شيء خلنا نتكلم عن حساسية القمح وعن نظام الغذائي اللي مرضى السيلياك يتبعونه. بس في شغله انا بدي انبه عليها، هو السيلياك شيء والحساسيه القمح او هاي فحوصات عدم تحمل نوع من الاطعمه شيء ثاني بالمرضى. السيلياك هو مرض بحد ذاته، بس في ناس مثلا ممكن يروح يعمل فحص الاكل اللي بيفحصوه انه اذا بيتحمل اطعمه كثير منها الجلوتين، هذا مش معناه انه هو عنده سيلياك. في فرق بين الحساسيه او عدم التحمل والسيلياك. السيلياك شغله شوي اخطر، يعني لازم فعليا يبتعد نهائيا عن اي شيء مصدر من الجلوتين، لأنه السيلياك هو مرض مناعي بصير جهاز المناعة يهاجم الجسم إذا دخل عليه جلوتين، خاصة بهاجم الأمعاء، وبسبب بيؤدي يعني على المدى البعيد لأمراض وبصير نقص بعناصر غذائية، فقر دم، لأنه كثير الأمعاء ما عندها القدرة أنها تمتص العناصر الغذائية. نعم. تمام. فما بدنا نخلط بين عدم تحمل الجلوتين والسيلياك، في فرق. السيلياك هذا بيتشخص عن طريق فحوصات من دار، يعني له طريقة ثانية للتشخيص. فمرض السيلياك بيعمل فحص أي مختبر بيقول أنا عندي سيلياك، فحص دم، مش هيك. نعم. عشان استاذتنا عبير، صارت الفترة الأخيرة الناس مثلا يكون معاهم، خاصة مع هاي طلوع الموضة خلنا نقول في أنا عندي حساسية قمح، أنا عندي مثلا مرض معين، وخاصة الوسائل أو المواقع الإلكترونية ممكن ما تعطي، يعني في كثير فحوصات منتشرة، في منها دقيق في منها مش دقيق، في ناس تعمل فحوصات بيطلع عندي حساسية من كثير أطعمة، فبصير يقترح أمراض. السيلياك يعني بده طبيب مختص، طبيب باطني قاعد هو ويعمل له منظار، يعمل له فحوصات معينة وبيقدر يعرف إذا في سيلياك. نعم. فبنتردد إنه نروح نحن على مختبر ونقرر عنا سيلياك. أستاذتنا عبير، خلنا نتكلم الحين عن الحساسية بنفسها، نفس ما عرفنا مرض السيلياك مرض بحد ذاته. صحيح. أما عن الحساسية نفسها، حساسية القمح نفسها. أيوه.
هلا هو القمح مثل ما قلنا بتكون لأسباب أو أخرى سيليك أو غيرها، مش القمح نفسه، هو الجلوتين اللي هو البروتين موجود بالقمح وموجود بحبوب ثانية منها الشعير، الأشياء اللي بتشبه القمح عادة، منها الشوفان كميات أقل من القمح بس موجودة. فأي حدا عنده هاي الحساسية السيليك أو حساسية لسبب آخر لازم يبتعد عن كل شيء فيه جلوتين، يعني القمح بكل مشتقاته بكل أشياء اللي بيدخل فيها القمح، نشا القمح أو طحين القمح لازم نبتعد عنها، يعني المعكرونة اللي مصنوعة من القمح، المعجنات الشعيرية مثلا، في أحيانا حتى مثلا بمكونات الأشياء المعلبة ممكن يكون في نشا مثلا، هو مشتري الشخص تغلي وما بيعرف إنه فيها قمح، فكتير ضروري اللي عنده حساسية إنه يقرأ على الأشياء المعلبة إنها جلوتين فري أو خالية من الجلوتين. حتى صارت الحين في المحلات التجارية أو السوبر ماركت في قسم خاص للجلوتين فري للجلوتين. مثلا حتى بالمطاعم اللي بيروحوا على المطاعم أحيانا لما يقلوا مثلا نقول بطاطس أو شيء ممكن يحطوها بالنشا عشان تطلع من برا بشكل معين، فكتير بده يكون منتبه الشخص إنه لما يروح يأكل بمكان يسأل عن طريقة تحضير أطباق معينة، لأنه مرات بيحطوا النشا بالأكل، نشا بالشوربة، نعم، الشخص مش عارف انه هو عم ياكل قمح بس هو فعليا في قمح، في مشتقات قمح موجوده جوا الاكل، فكثير بدهم ينتبهوا على هالموضوع. ومثل ما قلت المعلبات مكتوب فيه مثل ما قلت في قسم معين يكون مكتوب عليه الخبز، القمح، سوري المعكرونه، في معكرونه بالسوق موجوده جلوتين فري، نعم، في خبز مكتوب، في الاشياء السيريال او حبوب الافطار في منها جلوتين فري، فبدنا نركز بهاي الشغلات. وأيضا لو حتى نشوف حتى في بعض العلب مكتوب مصنع في، يمكن المنتج نفسه ما يكون فيه جلوتين بس يكون صحيح مذكور على صحيح العلبة نفسها أن المصنع نفسه مثلا يتعامل مع منتوجات فيها الجلوتين. ما في مخابز مثلا ممكن يعمل شيء لنقول خبز من غير القمح بس بيكون بيعملوا مثلا بنفس الأواني اللي بيعمل فيها القمح، ما ماخذين احتياطات انه يفصله، نعم، فبيكون فيها نسبة، فبيكون مكتوب يعني بصريح العبارة جلوتين فري او خالي من الجلوتين، هاي اصلا طريقة. طبعا الخضار الفاكهة هاي القصص طبيعيا ما فيها جلوتين، نعم، طالما فريش بنشتريها فيها انا اكلها طبيعي، بس هي الاشياء المعلبات اكثر شيء والمشتقات الحبوب مثل القمح والشعير والسكر. بما أننا نحن تكلمنا عن الأطعمة نفسها اللي مفروض الابتعاد عنها، أو حتى نفس ما قلتي أستاذتنا عبير أن حتى لما نروح إلى مطاعم معينة أو إلى إلى العلب اللي موجودة في المتاجر البيع، لأنه مرات يكون شكليا ماشي فيه قمح بس ما بتعرفي إذا حاطين شوي نشا أو نشا، طبعا هي نشا، فالناس فبكون لما متأكدين. أيوة فلما يكون يعني حساسية قمح يتوقع أي شيء له بالقمح، بس النشا نفسها لها نسبة في الجلوتين. أيوة صحيح، فبكون دايما متأكد إنه خالي من كل شيء جاي من القمح. نعم أستاذتنا عبير، شو الأعراض اللي ممكن تكون مصاحبة لهذا النوع من الحساسية وكيف ممكن الكشف عنها؟ هلا هي طبعا مثل ما قلت هذا الكشف عند الطبيب، بس عاده لانه الاعراض هي بتشبه اعراض كثير امراض بالامعاء وبالمعده، فما فينا بسبب انه موجود هالعرض نعتبره شيء لازم نروح عند الطبيب، بس من ضمن الاعراض هي انه بيكون في دائما مغص، ممكن احيانا في منهم اسهال، احيانا ايساس، لوعه شوي، احيانا بصير في اكثر من هيك، بصير قيء، زيادة بالانتفاخ، خسارة وزن بدون سبب، يعني بدون سبب معروف، يكون الشخص بياكل بس بيضل بيخسر وزن، تعب دايم، وهن. بس مثل ما قلت هاي مش أعراض محصورة بالسيلياك، يعني صح الثاني ما نشخص، دايما لما يشوف الشخص إنه عنده شيء بنروح عند الطبيب وهو بيعطينا التشخيص المضبوط. نعم أستاذتنا عبير، فطبعا لما يروحون على الطبيب هل هو في كشف معين؟ ايوه في فحوصات معينه، في منظار للسيلياك، وفي للحساسيه كمان في فحوصات معينه نقدر من خلالها نعرف اذا موجود المرض او موجود حساسيه او شو الموجود بالضبط ونتعامل على اساس.
استاذتنا عبير شكرا على التوضيح، بس ممكن يعني حساسية القمح تكون من يعني هل هي تصيب فئة معينة عمرية مثلا خلنا نقول، او فئة عمرية او مرضى معينين او اشخاص معينين؟ لا لا، هي ممكن للاطفال، ممكن للكبار، ممكن باي سن تيجي، ما في يعني مش محدود بفئة عمرية معينة. نعم استاذتنا عبير، خلنا نفترض ان لا سمح الله في مريض شخص بحساسية القمح، شو النظام الغذائي المناسب لهذه المرضى؟ طبعا بخلاف الامتناع التام خلنا نقول، او الامتناع عن الاشياء اللي تكون فيها قمح. نفس النظام الصحي لاي شخص، بس نستبدل النشويات اللي موجوده بالقمح، مثلا نستعيد عنها بالرز، بالذره، هاي اشياء ما فيها بروتين، وبنفس الوقت لازم ياخذ مثل الانسان الطبيعي سمك ودجاج ولحم، يعني بروتين، خضار وفاكهه بشكل طبيعي جدا، ما عندنا اي مشكله معها، البقوليات عاديه، بس هي انه يبتعد عن الاشياء اللي فيها جلوتين، يستعيد عنها نشويات ثانيه، البطاطا مثلا كمان ممكن ياخذها بدل الخبز، في انواع خبز موجوده مثل ما قلنا بالسوق من دون جلوتين، فهو عادي بيعيش انسان طبيعي، بس انه يتجنب القمح والاشياء اللي فيها جلوتين ويستبدلها باشياء ثانيه. شكرا استاذتنا عبير. في النهايه لو مع ان هذا الموضوع ممكن احنا نتكلم فيه كثيرا، بس ممكن تخبرينا كلمه اخيره استاذتنا عبير؟ الأخيرة هي إنه دائماً ما نشخص نحن أول شيء، نتأكد شو عنا بعدين نمشي، ونعتمد دائماً على الاعتدال، يعني ما نمشي وراء الموضة، ما نمشي وراء الأفكار، ما نحس إذا حسينا بعرض نحن نقرر إنه هذا مرض موجود، دائماً نسأل المختصين ونتابع معهم. شكرا استاذتنا عبير، هذه اهم نصيحه، ان دائما نسال المختصين ونشوف، طبعا ما نتبع الموضه او مثلا نستقي المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي من دون اللجوء الى اهل الاختصاص. نشكرك جزيل الشكر الاستاذه عبير عبد الله، اختصاصيه التغذيه السريريه بهيئه الصحه في دبي. أعزائنا المستمعين، ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم مع إبداعات أخرى ومع أسبوع الإبداع والابتكار في إمارة دبي. صحة وسعادة. برنامجكم صحة وسعادة رجع لكم مرة أخرى. قبل الفاصل تحدثنا في فقرة تغذوية خاصة بحساسية القمح أو حساسية الجلوتين، من قبلها بعد خذينا فقرة شيقة كانت تتكلم عن الابتكار، أو الأستاذ أسمى الجناحي عطتنا نبذة خلنا نقول عن الابتكار، وهذا الأسبوع اللي تحتفل فيه الإمارات العربية المتحدة بالإمارات تبتكر في 2022. فضمن مشاركتها في فعاليات هيئة الصحة ضمنها في مشاركات بفعاليات الإمارات تبتكر 2022 في مقر إكسبو 2020، تستعرض هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة التعليم الطبي والأبحاث أحد التقنيات المستخدمة في التدريب الطبي المهني من خلال تقنية فيرتي. الأستاذة مروة هاشم مالك رئيس قسم التدريب الطبي معانا اليوم على الهواء مباشرة عشان تحدثنا أكثر عن خاصة هذا التطبيق أو هذه المنصة المبتكرة في عالم التدريب الطبي المهني. صباح الخير أستاذة مروة. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذه مروة، شخباركم اليوم الصبح؟ الحمد لله، شخباركم انتم؟ نحن كلنا بخير، واتمنى المستمعين كلهم يكونون باحسن صحه معانا اليوم. استاذتنا مروة، خلينا نتكلم عن الابتكار وعن الامارات بكلها تحتفل هالاسبوع بالابتكارات. في ابتكار أو تقنية مستخدمة جديدة في العالم الطبي، ممكن تخبرينا شوي عن هذه التقنية؟
أكيد طبعا، نحن في إدارة التعليم الطبي والأبحاث وهيئة الصحة في دبي حريصين أن نحن دائما نبحث عن أحدث التقنيات في التدريب والتعليم الطبي. وهذه المرة يبنى نظام أو جهاز بيرتي، هو جهاز يحاكي الواقع الافتراضي ويتم من خلاله خلق بيئة أو سيناريوهات تدريبية معينة يتم فيها تدريب الطواقم الطبية والطواقم الإدارية على مواقف معينة ممكن يتعرضون لها في حياتهم العملية في المستشفيات. هي مثل النظارة يلبسونها وتم برمجتها بالسيناريوهات المطلوبة من قبل المتدرب نفسه. فهي تحاكي خلنا نقول الواقع الافتراضي اللي مثلا المتدرب الطبي ممكن يواجهه في اليوم العملي اللي يكون معاه، اللي يواجهه في الشغل خلنا نقول في البيئة العملية. بالضبط صحيح. على سبيل المثال يعني ممكن تكون عملية جراحية. في العمليات الجراحية اليوم مثلا عارف ان ما شاء الله إمارة دبي تسوي عمليات متقدمة وعمليات نادرة، فحرام مثلا تتفوت هذه الفرصة. ممكن يتم تصويرها ولما يلبس المتدرب هذا الجهاز يحس كأنه موجود في هذه الغرفة، يقدر يشوف بدرجة 360 ويقدر يشوف كل العلامات الحيوية، يقدر يشوف الإجراء نفس العملية هذه كيف تصير، فبالتالي تعطي الإحساس أنه فعلا حضر هالعملية ويستفيد منها بطريقة أكبر. جميل جدا، هذه من أهم المميزات لهذه التقنية الجديدة، التقنية فيرتي. هل في أيضا مميزات أخرى أستاذة مروة؟ أكيد طبعا. ليش فيرتي؟ لأن نقدر عن طريق هذه الشركة، طبعا هم تعاونهم معنا شركة كرايسي، أنهم هم بدل أنا أسير أجيب برامج تدريبية من دول أخرى، يتم تصوير السيناريوهات نفسها في مستشفيات هيئة الصحة في دبي. فلما أنا أدرب ويستوي الموقف على الحياة الواقعية يكون فعلا يتماشى مع الواقع اللي راح يمر فيه هذا الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية أو حتى الإداري، فبتكون كل السيناريوهات مبنية أو يتم إنشائها في بيئة هيئة الصحة في دبي. النظام نفسه فيه حساسات، اليوم أنا جبت المتدرب عاش موقف معين، هو وين قاعد يطالع، هو كيف تحرك، هو كيف تصرف، شو الشيء اللي لفت انتباهه في جسم المريض نفسه في حركاته في تصرفاته، ويحلل هذه الحركات يقول أوكي المفروض أنك أنت كنت تركز على عيونه، المفروض كنت تركز على شيء وقع على الأرض، المفروض أنك أنت في هذه اللحظة تنظر إلى زميلك علشان يقدم لك المساعدة. فهذه تعطيهم نصائح أن كيف يتصرفون في مواقف مثل هذه. وطبعا مثل ما قلنا في مواقف نادرة الحدوث أو عمليات جراحية صعبة، أو مثلا مشكل يوم أنا بيني مريض غاضب، أو مشكل يوم بيني مريض أنا أعطي خبر مش أوكي مثلا، فيخليهم يتعودون على هذه السيناريوهات ويتعاملون معها بطريقة أفضل في المستقبل. جميل جدا. فيعني هذه التقنية تحاكي الواقع اللي موجود على هيئة في المقر العمل هيئة صحة دبي، يعني مش مثلا في مكان آخر. فهذا بيسهل على الأطباء أو على المتدربين بشكل عام إذا صادفتهم نفس السيناريو خلنا نقول. بالضبط. استاذتنا مروة، من هم الفئة المستفيدة من هذه التقنية؟ طبعا مثل ما قلنا الأطباء بجميع مستوياتهم، سواء كانوا الدارسين اللي في كليات الطب، الممارسين، حتى اللي يقدمون من ضمن برامجهم التخصصية اللي هم برامج الزمالة وبرامج الإقامة، مقدمي خدمات الدعم المساند أو الخدمات الطبية المساندة، صيادلة، تقنية المختبرات، الأشعة، الممرضين، حتى الإداريين لأنهم يتعرضون لنفس المواقف اللي يمر فيها الطبيب. طبعا بعد حبيت أقول أن إحنا بشكل عام في الاختبارات اللي هي لطلبة برامج الإقامة، لطلبة الزمالة، لطلبة الدارسين نفسهم، يتم في بعض الأحيان أن نحن نحضر مرضى وهميين، ندرب المريض على سيناريو معين، على تمثيل مرض معين، ونشوف تصرف الطبيب في هذه الحالة. بوجود هذا النظام يقل
الجهد المبذول في أني أنا أدرب المرضى الوهميين هذين، أني أنا أعلمهم، أني أنا أقول له لا مثلا لازم حركتك تكون بهالطريقة، لازم هذا، فيتم تصوير سيناريو واحد كلهم ممكن يعني يتعرضوا له، وحتى ردود الأفعال تكون مبرمجة. يعني أنت ممكن في هذه الحالة تتصرف 1، 2، 3، إذا اختار التصرف الأول السيناريو يختلف، إذا اختار التصرف الثاني بعد النتيجة تختلف، وبهذه الطريقة. جميل جدا، لأن نفس ما حدثتينا الأستاذة مروة، السيناريوهات هذه مش فقط ممكن يتطرق لها الطبيب، بس أيضا الطاقم الطبي بشكل عام، خلنا نقول من الموظفين اللي ما يكونون مثلا في الدايركت كونتاكت أو ما يواجهون المريض من ناحية العلاج، بس أيضا حتى اللي يكونون في الطاقم الإداري، وأيضا الخبراء مثلا التمريض أو أي اختصاصات أخرى. وبما أننا نحن تحدثنا عن تقييم الأطباء خاصة في هذه السيناريوهات، كيف يتم تقييم خلنا نقول الأطباء من خلال هذه التقنية، تقنية فيرتي؟ طبعا مثل ما قلنا أن نحن الحساسات اللي موجودة في النظام نفسها ترفض الحركة وترفض ردة الفعل وكيف تصرف فيها. في نفس الوقت النظام هذا في شاشة ثانية يشوف فيها حتى المقيم نفسه أو الطبيب اللي هو يقيم التدريب والسيناريو اللي حاصل خاصة في الامتحانات هذه، ويشوف كيف تصرف في هذا الموقف وش الاختيارات اللي راح من خلالها علشان يوصل للنتيجة النهائية. فممكن متابعة النظام نفسه والتدريب نفسه اللي مر في خلال المتدرب أو الطبيب. جميل جدا، فهذا يسهل أيضا على مقيم الطبيب أو المتدرب على ردود فعله، لأن نحن نفس ما نعرف ردود الفعل ممكن تكون مختلفة حسب الحالة نفسها. أكيد في وحدة من البرامج اللي حاليا يتم اختبارها اللي هي لتقنية المختبرات أو للممرضات، أنه مثلا يقوم أنه يستخدم الكانيولا اللي هي الإبرة اللي هي للمغذي نقول لها، نعم، إبرة ويصير مثلا نعم، ويصير نزيف، فكيف يتصرف في هذه الحالة؟ فنحن نتحكم في السيناريو حتى لو كان نادر الحدوث، نتحكم فيه ونبنيه ونشوف كيف بيتصرف في هذه الحالة. طبعا يعني هذا البناء كان مع وجود مختصين من هيئة الصحة في دبي عشان يشوفون أنسب سيناريوهات ممكن تكون موجودة في هذا التطبيق فيرتي. استاذتنا مروة هاشم، وين ممكن نحن نشوف أو نستعرض هذه التقنية؟ هل ممكن الجمهور يكون لهم خلنا نقول أو يشوفون هذه التقنية بعيونهم في مقر إكسبو؟ أكيد إن شاء الله. نحن حاطين 5 سيناريوهات في الأجهزة اللي متوفرة في منصة هيئة الصحة في دبي في معرض الإمارات تبتكر، وحياهم الله يقدرون يشوفون التقنية ويجربونها بنفسهم ويختبرون هذا الجهاز وهذا النظام في محاكاة الحياة الطبية. وحتى الطلبة مثلا اللي هم ما عارفين شو يدرسون ممكن يروحون ويشوفون الجهاز ويعيشون سيناريو معين ممكن يحببهم في أنهم هم ينخرطون في القطاع الطبي بإذن الله. جميل جدا، أيضا اللي خلنا نقول الناشئين اللي حابين يشوفون أو يخوضون خلنا نقول التجربة الطبية وتجربة وين، خاصة مع اللي بيكونون متخرجين إن شاء الله قريبا في نهاية السنة، ممكن يخوضون هذه التجربة في مقر إكسبو. خلنا نقول استاذتنا مروة هاشم، شو الـ5 سيناريوهات اللي موجودة في هذا التطبيق عشان نحفز المستمعين عشان يتجهون على مقر هيئة الصحة في إكسبو 2020، ولو تخبرينا شو أكثر سيناريو الجميع يتجه له مثلا؟ أن طبعا العمليات الجراحية، أن نموذج من عملية جراحية، أن نموذج من إصابات اللي هي تكون إصابات حوادث وكذا،
عندنا سيناريوهات في نطاق التمريض وفي سيناريوهات للتعامل مع المرضى نفسهم. فممكن مثلا إذا الشخص بياخذ يعني شيء بسيط بس كنبذة يشوف مهارة التعامل مع المرضى، أنه كيف يتعامل مع المريض في حالة أنه هو جاي غاضب ويتصرف معه في هذه الحالة. جميل جدا. ففي 5 أنواع مختلفة، سواء كانت جراحية غير جراحية، وأيضا حتى إذا المريض ممكن يلجأ، خلنا نقول يكون مش في يعني يكون غاضب أو يكون في حالة معينة، وكيف نتعامل معه مع سيناريوهات مختلفة. شو تشوفين أو من ملاحظاتكم الجمهور يتجه على أو خلنا نقول شو المحبب أكثر؟ سيناريو محبب مع الجمهور أكثر شيء العمليات الجراحية، خاصة للكادر الغير طبي. الناس حابين يشوفون كيف جو غرفة العمليات، كيف يتم فيها يعني وضع المريض والأجهزة وكذا. فأكثر شيء للشخص اللي غير الكادر الطبي اللي يجرب الجهاز، يجرب جهاز السيناريو للعمليات الجراحية. جميل جدا. استاذتنا مروة، كلمة أخيرة ممكن تقولين لي إياها، ولو حابين بعد نستفسر أكثر عن قسم التدريب بهيئة الصحة، قسم التدريب الطبي بهيئة الصحة، لو شو الفعاليات اللي تكون عندكم وشو الأشياء اللي ممكن يستفسرون عنها، خاصة الطاقم الطبي المهني اللي يستمعونا اليوم الصبح. طبعا حابة أشكركم على استضافتنا اليوم. نحن فخورين بوجود هذه التقنيات وفخورين بدعم هيئة الصحة ودعم حكومتنا رشيدة بأن نحن نستقطب هذه التقنيات ونجرب حتى وجودها في بيئة العمل، وبناء عليه يتم تطبيقها. طبعا خدماتنا في قسم التدريب الطبي تشمل خدمات التدريب المهني اللي عندهم مثلا انقطاع عن العمل، للمتدربين اللي هم في الجامعات، خدمة اعتماد برامج التدريب الطبي. طبعا أطلقنا في شهر سبتمبر منصة دبي ميديكال إديوكيشن كالندر وتقييم دبي الطبي، يتم فيها عرض جميع الفعاليات الطبية اللي تصير في عمارة دبي وتم اعتمادها، متاحة لجميع مقدمي الرعاية الصحية. يعني نحب نشجع الجميع أنهم يروحون للمنصة هذه ويطلعون على آخر التحديثات بالفعاليات اللي صايرة. وعندنا خدمات التدريب اللي هي استقطبنا من خلالها خدمة فيرتي، وخدمات قسم الأبحاث الطبية اللي تم تقديمها عن طريق إدارة التعليم الطبي والأبحاث، وخدمات برامج الإقامة والمنح الطبية طب وعلوم، وبرامج الزمالة اللي نوفرها للأطباء وممارسي الرعاية الصحية. استاذتنا مروة هاشم، كلمة أخيرة. شكرا لكم، ونتمنى نشوفكم إن شاء الله في منصة هيئة الصحة علشان تدربون الجهاز وتعطونا ملاحظاتكم، وإن شاء الله نقدر نبني سيناريوهات أكثر، وممكن إن شاء الله إذا شفنا في إقبال ننظم اليوم مثلا يتم تجربة هذا النظام بشكل أكبر عن طريق الطلبة وعن طريق الناس اللي حابينهم أنهم يجربونها. استاذتنا مروة هاشم، يعني ما أعرف كيف أشكرك، شكرا جزيلا على تخطيطك لتقنية فيرتي اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي في مقر إكسبو 2020 في خلال مشاركتها بفعاليات الإمارات تبتكر 2022. أستاذ مروة هاشم مالك، رئيس قسم التدريب الطبي بهيئة الصحة في دبي، شكرا جزيلا. بما أننا نحن استمعنا قبل شوي عن التقنية هذه، تقنية محاكاة الواقع، فخلنا ناخذ افتراضيات في سيناريوهات جميلة نفس ما ذكرتها الأستاذة مروة هاشم. تخيلوا معانا كيف ممكن تجرب، يعني أي حد ممكن يزور المنصة ويزور ويشوف هذه، مثلا يلبس النظارة اللي
تكلمت عنها الأستاذة مروة وممكن يحاكي الواقع، يعني خلنا نقول سواء كان من طلبة مدارس إلى أي حد ممكن يشوف كيف العالم الطبي ممكن يتعامل ويتفاعل، وأيضا في سيناريوهات مختلفة سواء كانت في مثلا عمليات الجراحية أو مثلا في مثلا استخدام الإبر في إبر الوريد، وأيضا حتى محاكاة الواقع مع مثلا مريض يكون مش في، خلنا نقول مش في مزاج حسن، خلنا نقول شوية من فعل، كيف ممكن تتعاملون معه. فهذا شيء جميل جدا يعني، وخاصة في هذا الأسبوع اللي تحتفل فيه الإمارات أغلى وطن بأسبوعها، أو الإمارات تبتكر 2022. أيضا اليوم الصبح في أول فقرة لنا تحدثنا مع الأستاذة أسمى الجناحي، حيث أنها هي تكلمت عن الأولويات عنا والأولويات، وكيف مهم أن نحن نحط لنا جدول معين في بداية اليوم، أو حتى التخطيط هذا في بداية أول الأسبوع، ونحن في ثاني يوم من الأسبوع. تخطيط مهم جدا، لأن هذا يحدد الأولويات ويشيل الاسترس، يشيل عامل الاسترس اللي عنا في أشياء ممكن نحن نقدمها على أشياء أخرى، وأيضا نخصص لها الوقت الكافي والانتباه الكافي. وأيضا تكلمنا اليوم عن فقرتين أو عن خبرين تغذويين. أول خبر كان من المجلة بيبي أند فاميلي الألمانية، اللي تكلمت عن نقص اليود، ونقص اليود وكيف ممكن يأثر على جسم الأم والمرضع. نحن حابين ننبه في كل أخبارنا أن هيئة الصحة والأطباء والموجودين يقدمون نصائح طبية، ويقدمون أهم التوصيات الطبية من حيث أن يخبرونكم عن العلاج المناسب. فهذا اللي بعد تحدثنا فيه عن حساسية الجلوتين أو حساسية القمح، وأن كيف حساسية القمح ممكن يكون شكلها مختلف عن مرض السيلياك، وهو مرض أو مرض معين. فالقمح بما أنه موجود خاصة مع اللي عندهم حساسية القمح، خلنا نقول يعني القمح ممكن موجود حتى في طريقة القلي أو خلنا الجلوتين نفسه في النشا نفسه في طريقة القلي، فاللي عندهم مشاكل أو أعراض لها علاقة بحساسية القمح، نحن نحبذ إن التواصل يكون مع طبيبهم المختص لكي يدلهم على الأطعمة المناسبة وعلى على النظام الخط النظام الخطط الغذائية المناسبة لهم، خاصة إذا كانوا في أي فئة عمرية وحسب احتياجهم. في النهاية حابة اليوم أشكر الجميع اللي موجودين كانوا معنا من الإعداد والتقديم، من الإعداد فريق هيئة الصحة في دبي، من التقديم دكتورة سارة الدلال، من التنسيق أحمد سلامة، ومن مخرجنا المبدع والقواسمة. وإن شاء الله بإذن الله بكرة بتكون عندنا فقرات ممتعة أكثر وابتكارات أكثر نتحدث عنها، ونراكم إن شاء الله تسمعونا إن شاء الله بأحسن صحة وسعادة. صحة وسعادة.